فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان. هل هناك أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بكتمانها؟ هما أمره بكتمانها. حديث إمرة السفهاء وغيرها من الأحاديث، هو وجد الواقع فخاف، قال عندي جرابان لو بثثتهما لانفردت سالفتي. نعم. احنا بلغنا في الكلام على أن البسملة من الفاتحة، وأن الفاتحة هي السبع المثاني، وهي أم الكتاب، وهي القرآن العظيم. وبعض الروايات أيضا من حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهم يقولون بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن. قال الله تعالى وقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أما السبع المثاني، نعم، هي الفاتحة. زي قال أما السبع المثاني فهي أم القرآن، ثنى في كل صلاة وفي كل ركعتين، وقال هي الطوال، هي الطول أو الطول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع الطوال، لم يعطهن إلا أنا إلا النبي، وأعطي منهن موسى عليه السلام آيتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلى عليه الحمد لله رب العالمين. في رواية أن النبي قال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلى عليه الحمد لله رب العالمين. ورواية عن عباس رضي الله عنه وارضاه قال بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من قوله فرفع رأسه إلى السماء فقال إن هذا الباب من السماء وقد فتح ما فتح قط. قال فنزل منه ملك قال إن هذا الملك قد نزل ما نزل إلى الأرض. قال فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبشر بنورين. أتيتهما لم يؤتهن نبي قبلك، فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منها إلا أتيت. وبينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقال إن هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط. قال فنزل منه ملك قال إن هذا الملك قد نزل ما نزل الأرض. فجاء الملك إلى رسول الله فسلم عليه. فسلم عليه وقال يا محمد أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهن نبي قبلك فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقر.
لم تقرأ حرفا منهما إلا أتيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ولم يقرأ فيهما فيها بأم القرآن فهي خداج ختاج خداج غير تمام. قال أبو هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأها في نفسك اقرأها في نفسك يا فارسي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين أخوتي. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسأل. قال رسول الله اقرأ ما شئتم الحمد لله رب العالمين. يقول الله حمدني عبدي يقول عبد الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي يقول عبد مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي يقول عبدي أكن عبدي أكن أستعين فأقول هذه بيني وبين عبدي ولا عبدي مسأل. قال الحميم ليس في ابتداء القسم من قوله الحمد لله رب العالمين دليل يقطع أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست الآية الأولى ولا يجوز أن يكون أراد فإذا انتهى العبد إلى الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ذاك جميع الجزء الأول من هذه السورة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين. وأما التفسير فليس في الحديث أن التنصيف بالآي فإذا كانت تنصف مع ابتدائها بالتسمية والكلام والحروف نصفين فقد وقع بذلك الخروج من العهدة والله من عهد الخبر والله أعلم. وإنه إن ثبت التنصيف أن تنصف السورة نصفين بالآي فقد يجوز أن يكون نصفها الأول أطول من التالي. كما أن شهر الزلام يجاوز 29 لم يخل من التنصف ويكون نصفه الأول 15 ثم الآخر 14 حتى لو كان لو قال رجل امرأتي في أول شهر إذا انتصف الشهر هذا أو انتصف هذا الشهر فأنت طالق طلقت إذا انتصف الشهر. وكلها دائرة على الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وهذا الإمام مالك يتمسك به جدا على أن البسملة ليست من الفاتحة والحق أنه المسألة حتى في العد عدد الآيات مختلف فيها والحقيقة بأنها آية من آيات الفاتحة. لا تصح الصلاة بغير الفاتحة ولا تصح الفاتحة بغير البسملة. نقف عند هذه وهي قسمت الصلاة لأن حديث قسم الصلاة بيني وبين عبدي واحتج به المالكية على عدم وجوب احتج به المالكية على عدم وجوب قراءة البسملة وأن البسملة ليست من الفاتحة. وهذا قول محتمل لكن احنا عندنا القول المحكم في هذا الباب بأن النبي قال تصريحا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فالصحيح الراجح أن نقول بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة
ولتصح الصلاة لابد أن يأتي بالبسملة مع الفتح، لأن النبي قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم رحمة الله بعباده جعل نفسه واسطة لهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخداج قد يطلق على الكراهة، يطلق على إبطال الصلاة من أصلها، وقد يطلق على إبطال الصلاة من الفرع. إبطال الصلاة البسملة إذا تركها تبطل الصلاة، لأنه ترك آية منها، هذا عند الجماهير. المالكية يرون أنها ليست كذلك، فيقال بأن مساحة قسمة الصلاة ليست فاصلة، لأنه ممكن يكون شهر 30 ممكن يكون 29، ويكون هنا الميل بآية عن آية لا يبطل قول الله تعالى قسمة الصلاة بيني وبين عبادي. الاهتمام بالصلاة، جاءت الشريعة الاهتمام بالصلاة الإنسان، لأنها هي الصلة بين العبد وبين ربي، وهي أعظم أركان الدين، هي أعظم أركان الدين. والخداج إما أن يكون نقصان أصل، وإما أن يكون نقصان كمال. النقصان نقصان الكمال يضعف من كمال الأجر، أما نقصان الأصل هو النقصان الذي يرجع إلى الأصل بالبطلان. لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.